متابعينا بحلقة اليوم من تحلى الحياة مشاهدينا، وصار وقت نعرف شو في نيو ريليسز بالسينما مع بيير حرب. أهلا وسهلا فيك بيير. بونسوار. كيفك؟ صافا، أنتو كيف؟ الحمد لله. ما نحكي عن فيلم نزل وما نحكي أيضا عن نيو ريليسز. يس، أول شيء رح نبلش بكونغ سكال آيلاند يلي نزل الخميس الماضي. الموفي كان كتير حلو، السبيشال إفكت فيه كتير حلوين، وعكس ما العالم كانوا مفكرين انه عن كيف نزل جودزيلا، انه ما كثير شافوا جودزيلا بالموفي من سنتين، سنس هيدا تكنيكلي سيكويل له يعني. اوكي. كينج كونغ اونز ذا موفي، هو بالموفي كل الوقت، هيز ذا الفا بريدتور، ووقت تبلش الاكشن ما بتهدى. مظبوط. سو بنصح كل المشاهدين يروحوا يحضروه لانه فيلم كثير حلو. والكاس كمان كثير مهم أكيد، يعني اكيد توم هيدلسون، بري لارسون كثير يعني كان ظابط معنا الاخر، وسامير ال جاكسون كاركتره كان كثير قوي كثير. شوقتنا معنا تنصحنا. الغريب فيهم بهالفلوم انه بنعرف الفيلم وحاضرينه قبل، ولكن بعدنا بنروح بنحضره. عم بيقدموا نيو ستوري، مش نفس كمان. الستوري طبعا بيروح على نيويورك، ما بيروح على نيويورك، الستوري كلها على الايلاند، ومثل مثل الجانيس ستوري تبعه كيف هو وشو قصته لكينج كونغ. اوكي، بنصح كل المشاهدين يروحوا يحضروا حشرات التركيز عليه. اوكي، غير الموفي وهالجمعه نزل تريلر وندر وومن، اذا فينا نشوفه. يلا. The gods gave us many gifts. One day you'll know them all. This is where we keep them. It's beautiful. Who would wield it? Only the fiercest among us even could. So Wonder Woman هو الأجدد فيلم من DC Universe, famous comic book company. بتقدم لنا مثل اوريجين ستوري لا وندر وومن يلي هي ديانا، رح تنضم للجاستس ليج مع باتمان مع سوبرمان ذا فلاش وسايبورغ، وهذا رح يكون اول موفي بالدي سي كوميكس ببين قصة ديانا لايف اكشن، وبطولة اكيد وومن، هذا شيء جديد كثير على السوبر هيرو موفيز، وكمان اتس دايركتد باي وومن كمان. سو في وومنز سوبر هيروز، ولكن هالمره لحالها رح تكون، عاده بتكون مع مجموعه، هالمره مركزين عليها. اول مره بيعملوا فيلم وندر وومن لحالها مثل ما هي. سو رح يفرجونا شو قصتها، شو الاوريجين ستوري تبعها، وكيف ليتر اون رح تنضم لجاستس ليج. يعني حسيت رجعنا شوي لسوبرمان، هي مثل الفيميل فيرجن اوف سوبرمان. رجعوا لورا شوي، وكيف بلش سوبرمان باخر فيلم له. صار لحق نحضرهم قبل ما نشوف كمان معك نيو ريليسز كمان هلا نازلين بالصالات السينمائيه. شو هن نيو ريليسز هالجمعه؟ رح نحكي اول شيء عن الفيلم يلي كل العالم نطرته وكل العيال نطرته، يلي هو الريميك تبع بيوتي اند ذا بيست. بنشوف تريلر وبنحكي عنه. مون امي، بريبير تو انتر ان انشانتد وورلد وير يو ويل بي our guest. Think of the one thing you've always wanted and feel it in your heart. What if she is the one? The one who'll break the spell? Disney's Beauty and the Beast. عن جد التريلر بتحمس انه مع انه كلنا بنعرف القصه، رح نحضر نحن والعائله كمان، كلنا حاضرينه يعني من 1992 كلنا حاضرين بيوتي اند ذا بيست الانيميشن، بس اول مره بينزل لايف اكشن موفي ستارينج اما واتسون يلي هي من اشهر الممثلات من ورا سلسله افلام هاري بوتر. مزبوط. اكيد الليجندري يعني موفيز. موفي رح يكون بعتقد رح يحقق نجاح كثير كبير، وكل عام رح تحبه الكبار الصغار والولاد. الساوند تراك كمان ساوند تراك كثير كثير حلو، وكمان بيعلم important life lessons يعني للولاد انه ما تحكموا على حدا من اللوكس تبعه، هذا you never know شو مخبى جوا لانه عنده للشخص. يعني بفتكر الموفي كثير مهم بهالفتره، بنعرف قد في مشاكل بتصير بقلب المدارس، فبفتكر لازم الاهل ياخذون للولاد يحضروا هذا الموفي. اكيد اكيد 100%. الموفي الثاني اللي رح نحكي عنه هو ذا بالكو اكسبيرمنت، هورر موفي جديد، بنشوف التريلر. In 2 hours we want 30 of you dead. If 30 of you are not dead, we will end 60 of your lives ourselves. We are not going to entertain the option of killing people. My wife and kids need me. At the end of the day, people are out for themselves. The Belko experiment. هذا الموفي المفضل عند كارلا. ايه التريلر التريلر ما حضرته، ما بحضرهم. حسيتها برمت وجهه دغري بس على التريلر. هي برمت اكشلي، ما بحب. بس هذا الموفي يعني بيستكشف طبيعه الانسان،
انا برايي وبراي العالم اكيد اللي عاملينه هذا البوينت تبعه للموفي انه اذا انت انجبرت تنحصري بمحل عم بيقولوا انه معكم دقيقتين او ساعتين بده يموت منكم 30 او نحن بنقتل 60 راندوملي يمكن انت تكوني ضمن ال 60 فشو ممكن تعملي فالفيلم أكيد مش ضروري بطريقه هارر يطرحوا الموضوع بطريقه طبيعيه حتى لو بطريقه يعني ان سوسايتي بعتقد كمان رح العالم رح تقلب على بعضها ما حدا رح يضلوا قاعد على الكرسي وينتو يفضل الشخص اللي حده يعني بس الموفي رح يكون كتير حلو لانه نفس العالم يلي عمله ذا كونجرينج اللي حقق نجاح كتير كبير وكمان وولف كريك من احلى افلام الرعب تبع الايرلي 2000s يعني سو انا بشجع كمان المشاهدين يحضروا لي انا ما بدي احضر بيوتي اند بيست يحضر ذا بالكو اكسبيرمنت فيلمين كثير حلوين بتشجع روح انا ويكي نحضره ايه بيوتي اند بيست لا ما بحكي عنه بحكي عن ذا بالكو اكسبيرمنت لا اخر مره فتت بهارر موفي على السينما عن جد يعني اتدمرت نفسيا دمار في ناس ما انا ما بحب قد ايه بحب الموفيز وما ما بقى في ولا فيلم الهارر موفي اتس نوت ماي ايه هو العالم وعالم ايه. مش 100% عندهم اشخاص بفتكر في اشخاص اذا ما بيحضروا كل يوم هارر موفي في شيء بتحس في شيء ناقص ايه بيحب اسمه تارجت اودينس يعني ايه الموفي كل واحد موجه لتارجت اودينس محدد اتس نوت يو ثانك يو لك بيير ميرسي اكيد نحن اعطيناك باخبار جديده عن اخر الافلام اللي عم تنزل بالصالات اللبنانيه ميرسي لك